السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم يا شباب، ان شاء الله رب يكون الجميع بصحه وخير. معانا جهاز النهارده ايفون 11 زي ما احنا شايفين، ده ايفون 11 زي ما احنا شايفين الجهاز. طبعا الجهاز جاي مفتوح وكل حاجه طالعه من الهاوسنج وجاهز على طول على الشغل، هو جاي من محل تاني علشان نكمل عمليه الفحص وننزل تحت الكاميرا ونشوف الجهاز. اهو جاي في العلبه ديت خلاص، و الجهاز ظاهريا مفيش اي شغل عليه، ولكن في هنا حرقه بسيطه، علامه كده، علامه زي ما احنا شايفين لو بصينا في الكاميرا اهو شايفين ده، هنا في هتلاقي في حرق زي ما انتم شايفين كده، الحرق اللي هنا ده. طبعا ده علامه مهمه جدا ان الجهاز ومتغير له تقريبا الظهر، فبرضه ده علامه مهمه جدا ان الجهاز مثلا كان مكسور واخد حبطه قويه فحصلت مشكله طبعا بكل تاكيد. خلينا نوصلوه على الباور سبلاي ونشوف. بسم الله. قبل ما نوصل طبعا على الباور سبلاي هنلقي نظره سريعه على الجهاز نشوف فيه اي اثر لاي ضرر مثلا بالنظر، وده فحص مهم جدا 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 يا جماعه. هنوصل الباور سبلاي شغل تمام، مفيش سحب، نروح نشغل 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 يا جماعه. بسم الله. شايفين انتوا السحبايه ايه اللي حصل؟ يعني بمجرد لنا اضغط على زرار الباور بيحصل كده 0.130، المفروض يبدا يتحرك للاعلى، ولكن زي ما احنا شايفين اها هلا اها هلا هلا ده فتح ولا ايه؟ وصلوا كده ال نروح نشغل تاني عشان ما تفرحش كده، ما تفرحش كده وتضحك كده وقلبك كده ها شغال. بسم الله. يلا ماشي، فصل هضغط مرة كمان واستنى عليها كده شوية. ماشي، يلا يلا يا حمادة، يلا يا توتو، يلا يا بابا. تمام، ارفع مفيش ابل لوجو، مفيش اي حاجه، بس سحبها عاليه جدا اللي هي 2 امبير. وي طبعا نشوفه هيفصل ولا ايه. هو ما عملش اي اعاده تشغيل بصراحه يعني. خلينا نطفوه ونشيلوا الشاشه دي ونجيب شاشه جديده تانيه يا جماعه. انا هجيب شاشه تانيه خليكم معايا. جبت شاشه تانيه يا جماعه اهي، وهنعمل عمليه تشغيل مره تانيه ونشوف.
خد الخطوات السهله الاول وما تستعجلش، لان السحابه ديت بصراحه مفروض يكون فيها الجهاز بيفتح او في بقى تسريب عالي جدا. لما نشوف ايه اللي هيحصل. وفعلا الجهاز فتح معانا. يعني المشكله في الشاشه، يعني الواحد يعمل ايه؟ بس اعمل ايه طيب في القصه دي؟ انا اعمل ايه طيب؟ قولوا لي حد يقول لي نعمل ايه؟ يعني اغير له الشاشه مثلا، ولا احط له الشاشه بتاعتي ديت واجيب اللزقه واحط، اعمل ايه طيب؟ شوفوه فتح ولا ايه؟ فتح والله، فتح والجهاز فاتح يا جماعه وشغال، والتاتش شغال وكل حاجه شغاله ومفيش اي مشكله في الجهاز. طب ده مثلا الشاشه دي كانت واقعه في ميه ولا ايه؟ لان الفيس اي بي من فوق هنا شكله ظاهريا في مشكله. هو جاي متأثر بميه طبعا، ولكن حتى بالشاشه بتاعته ديت ما بيفتحش. ولكن لما وصلناه على الباور سبلاي عرفنا اهميه الباور سبلاي يا جماعه، واللي انت تبقى فاهم اليه عمل الباور سبلاي. لو انت فاهمها بشكل كويس وبشكل سليم هتقدر تحدد بمجرد السحبايه اللي بتظهر قدامك وعمليه الاقلاع اللي بتظهر قدامك في الباور سبلاي، هتقدر تقول الجهاز ده فيه مشكله ولا لا، وبناء عليه هتقدر تكسب وقت طويل جدا في عمليه الفحص او في عمليه الاصلاح. فبمجرد ان انا شفت الارقام وهي بتتحرك انا توقعت ان الجهاز المفروض يفتح، يعني ده امر طبيعي، فبالتالي شكيت في امر الشاشه وعملت النقطه اللي انتوا شفتوها بشكل عملي قدام حضراتكم. وسبحان الله الموضوع جه كده، انا كنت عامل حسابي على سي بي يو بقى هو اتحسب تصليحه وخلاص الجهاز اتصلح، ولكن انا ممكن ارفع الفيديو ده بحيث يبقى برضو إفادة لحضراتكم، اللي انت ما تستعجلش، فكر خد السهل الأول وبعدين خد الخطوة اللي بعديها اللي بعديها اللي بعديها، ما تعديش خطوة وتاخد خطوة طبقية عن خطوة تانية، ممكن تكون الخطوة اللي قبلها على طول كانت ممكن تصلح التليفون. فاهمين انا بقول ايه ولا انا تهت في الموضوع؟ اتمنى ان رجعت ببالي كده هي مظبوطه. اللي مش فاهمها يقول لي في التعليقات وانا فاهمه بشكل خاص، وانا بعت له فك الشفره او كود فك الشفره يقدر يفك الكلام اللي كنت بقوله من شويه. ما اعرفش انا كنت بفكر في حاجه، دماغي بتفكر في حاجه وانا بتكلم، عشان بين قوسين تعرفوا الحاله الروحيه اللي انا كنت فيها. فاهميني طبعا. وفيديو جديد ودرس جديد ان شاء الله في اقرب وقت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وسلام.